شاهد العقد بوجود وزير المالية وزير التنمية المحلية ومعالي وزير البيئة والمحافظ. اتعمل الأول بروتوكول، ثم اتعمل بعد كده عقد بيني وبين شركة جرين بلانت وشركة بيئة. البروتوكول طبعا على أساس أن الأربع وزراء دول هيضمنوا تنفيذ الاتفاقية أو تنفيذ العقد. العقد كان بيني وبين شركة بيئة وشركة جرين بلانت. احنا بنتطلع يعني التعاون مع مثل هذا التحالف، ده تحالف بين شركة جرين بلانت وشركة بيئة، بهذا التحالف. وعندنا أمل كبير جدا إن زي ما مدينة شرم الشيخ جميلة ونظيفة أجمل وأنظف، لأن إحنا عايزين عالمية. العالمية هتبقى عن طريق هذا التحالف. في دول بتقعد كتير عشان تحول مدينة تكون مدينة خضراء أو مدينة صديقة للبيئة، فده بتحتاج الفرشة ان انت تعمليها، محتاجة فرشة زي قانون تنظيم ادارة المخلفات يديكي ويطلق العنان للقطاع الخاص ان هو تقدري تعملي تحالف مصري اماراتي عشان تقدري تعملي هذه المنظومة. دون وجود هذا القانون وهذه الحوافز اللي احنا بنحطها، ما كانش هيجي المستثمر عشان يقدر ان هو يقول انا كقطاع خاص هشتغل في هذه المدينة. كل ده احنا كنا شغالين ليه؟ عشان لما يجي الدق الناقوس بتاع مؤتمر المناخ يبقى اللي احنا بنتكلم فيه جوه كوب 27 قبل التنفيذ بيتنفذ على الارض عندنا، ما يبقاش كلام وبس. بالحقيقه احنا خلال الفتره اللي فاتت اخذنا مجهود طويل جدا على مدار 9 شهور اللي فاتوا عشان نحضر النهارده المراسم اللي احنا شايفينها النهارده، ونبقى نحتفل بتوقيع العقد. العقد خد مننا شهور بحيث ان احنا نقدر ننقل مدينه شرم الشيخ نقله حضاريه تانية اكتر ما هي موجوده. مدينه شرم الشيخ تستحق مننا ان احنا نقدر نعمل فيها اكتر من كده، وان احنا نظهر للعالم في الكاب 27 بمظهر حضاري يليق بمدينه شرم الشيخ. وباذن الله احنا مع اخواتنا الاماراتيين في صدد انشاء شركه مصريه مشتركه اماراتيه هتبقى الستارت بتاعها من مدينه شرم الشيخ، وبعد كده نطلع لبقيه المدن الجديده والمحافظات المختلفه في جمهوريه مصر العربيه، ونخرج من خلال الشركه دي للعالمية من مرة أخرى. سعداء اليوم بمشاركتنا في هذه أنا أعتبرها احتفالية كبيرة. مشروع شرم الشيخ، مشروع نظافة شرم الشيخ، تعتبر شرم الشيخ من أحد أهم المدن السياحية في جمهورية مصر العربية. سعداء مشاركتنا اليوم في هذه الاحتفالية وتوقيع الاتفاقية، سعداء مع وجودنا مع شركائنا الاستراتيجيين شركة جرين بلانت، وراح إن شاء الله نبدأ في تنفيذ المشروع في القريب العاجل. راح نشارك في مؤتمر كوب 27، وراح تكون مشاركتنا فعالة من خلال العديد من الآليات والحديثة في مجال إعادة التدوير وكذلك النظافة.